ولكن ما يميز هذه المنطقة اللي احنا فيها، المنطقة أولى جامعة أفرا، أنها جات على الضفة ديال واد الدرعة. ودائما معنا لالا رقية قاسم، رئيسة المجلس الجماعي لأفرا. لالا رقية، كنا كنتكلموا على الوسط الطبيعي، لأن كما قلنا كاين واحد، كاين نوعين، كاين السافلة وكاين العالية، وكما أشرتي لأن كاين بهذا المعنى كاين فلاحة اللي هي نقولوا اكتفاء ذاتي. اكتفاء ذاتي بالنسبة لسميتو. غير نشير واحد النقطة، احنا مازال ما دمنا كنتكلموا على الوسط الطبيعي، كاين تنوع بيولوجي، كاين هنا يا ربما كاين حيوانات، كاين مجموعة ديال نعم كاين تنوع بيولوجي اللي هو متنوع بالنسبة للجماعة ديال أفرا. نعم عندنا بالنسبة للظهور كان الغزال، ولكن المشكل مع الجفاف اللي كان عارفه وبدا صافي دابا مشى بحالو هاجر. الاشكال اللي ولا عندنا هو ظهور الخنزير البردي داخل، هذا هو اللي ربما كاين بواحد الشكل كبير، ربما الظاهره الجديده بالنسبه لنا حنايا واللي كتعاني منها السكينه. نعم كاين بعض الزواحف اللي معروفه كتعرفوا المنطقه الصحراويه، يعني كتكون بعض الزواحف اللي هي هي ضار بالسكينه من الافاعي والعقارب اللي منتشره بزاف عندنا. إلا بغينا نرجع بالنسبة لغير الزراعة، أن ظهرت عندنا مؤخرا واحد الزراعة اللي ما كانتش مرتبطة بالساكنة ديال الإقليم كاع، اللي هي إنتاج ديال البطيخ الأحمر. ديال البطيخ هذا اللي يلاه تقريبا ديال ربما تكون واحد 10 سنين باش ولات هذا الشيء. تقريبا هادو ولاو الناس كيديروا المزارع، كيديروا ولاو كيديروا التجارة ديال البطيخ الأحمر. ولكن الإشكال أنه كيكون استنزاف ديال الماء بواحد الشكل كبير. نعم. نعم هذا تقريبا من الخصائص بالنسبه فعلا للزراعه المعيشيه. نعم بالنسبه للتنوع. نعم بالنسبه للرقيه قلتي لي كاين زواحف وكاين هذا كيشكلوا خطوره على السكينه، غير واش ما كاينش حملات تحسيسيه بالنسبه لهاد، لان تيشكلوا خطوره على السكينه، واش ما كتكونش واحد الحملات تحسيسيه من طرفكم؟ كتكون حملات تحسيسيه الساكنة، وبالأخص في فصل الصيف اللي كيكثروا فيه هاد الزواحف. نعم كيكونوا حملات تحسيسية، وتعطاو دابا بالنسبة للسلطة أنها دارت الرقم ديال نعم المقدمين في الدواور، يعني أي حالة ظهرت كتصل المقدم كيتم نعم نقلها مباشرة باش تلقى الإسعافات. نعم ما دمنا كنتكلموا على لأن هذا حتى هو كيتعتبر من المخاطر، بالنسبة للمخاطر الطبيعية في المنطقة ما كيحملوش روافد، لأن واد الدرعة حنا تنعرفوه هو واحد الواد اللي هو صراحة واحد الواد عظيم، ولكن بعد الروافد ولا هذا ما كاينش ما كتكونش مخاطر طبيعية. بالنسبة للمنطقة فهي معروفة أنها الطبيعة ديالها صحراوية. نعم صحراوية، يعني دائما كتكون الحرارة فصل الصيف كتوصل حتى 48 درجة وما أكثر، وفصل الشتاء كتكون الندرة ديال التساقطات، تيكون البرد القارس. الندرة ديال التساقطات بعض المرات ملي كتكون، لأن ما تتكونش عندنا تساقطات دائمة، الوقيتة باش كطيح التساقطات كيكون عندنا فيضانات. الفيضانات يعني راه كتخلي واحد المشاكل بالنسبة لنا حنا كمجالس جماعية، كتخلي مشاكل من وراها. يعني استصلاح الطرقات، يعني الطرقات كلهم كتولي منقطعين. نعم. لان اغلب الشعب كيدوزوا لك من وسط الواحه ومن وسط الدواور. صحيح، وربما حتى بعد الدواور كيبقاو معزولين لا قدر الله. هم الجماعه ديال افرا لان جات للداخل ديال بعيد على الطريق الوطنيه، يعني وقت ما كيكونوا الفيضانات ديال الواد الدرعه ديال التساقطات فالجماعه كتولي في عزله. نعم. يعني المواطن ما تيقدرش يمشي الاغراض الاداريه ديالو لا في المستوصف ولا بالنسبه للجماعه. نعم بالنسبه للرقيه المسالك، لان احنا تنتكلموا على، لان ما هضرنا دابا على بعض الدواوير اللي كيبقاو في عزله، بالنسبه غير للمسالك، المسالك دابا بالنسبه احنا دائما تنمشيو لذاك الجانب السياحي، دابا الاولوجيه لبعض، لان تبارك الله راه المنطقه راه عندها هي عندها الضفه ديال واد الدرعه، عندها هي قصبات، عندها قصور، عندها الواحه الى اخره. اذا غير بالنسبه للمسالك والولوجيه، الناس اللي غادي مثلا يمشيو للمنطقه، واش مسالك زعما كلها مزيانه؟ بالنسبه للمسالك يعني كاينه عندها الطريق الوطني رقم 9، وكاينه الطريق الاقليميه اللي كنعتبروها مدار سياحي، الطريق الاقليميه 15 19. هذيك معروفه، هذيك 15 19 هذاك هو المدار السياحي، كان مدار سياحي قبل ما يتم التعبيد ديال الطريق. نعم. الاشكال اللي تيبقى بالنسبه للجماعه هو الربط ما بين الطريق الوطني والطريق الاقليميه، يعني باش كتمر الجماعه ولبعض الدواور. نعم. ما كيتجاوز كيلومتر كيلومترون. نعم. كيلومتر في الغالب باش كتربطك
يعني وهادو كنسمو غير الاستصلاح ديالها ورشها بعض المرات باش ما يكونش حفار تسهيل المرور ديال العربات والسكين. نعم. أما بالنسبة للإمكانيات فهي حاليا فهي جد صعبة باش أن الجامعات زعما تبل دير شنو غنسميو التلفيل ديال هاد المقاطع الطرقيه غنسميو. نعم وبطبيعه الحال لان ملي كتكون عندنا واحد البنيه طرقيه مزيانه بطبيعه الحال لان تنقولوا هذه البنيه هي الشرايين ديال اي منطقه.